السلام عليكم شباب، معاكم ماكو من في جي اس، وعندنا عالم العاب الجوالات الحلقة رقم 8. طبعا في هالحلقة راح نستعرض لكم ثلاث العاب حلوين وخفيفين لكم، فما راح نطول عليكم. عندنا اول لعبة حق اليوم، عندنا لعبة اسمها كلاش اوف كلانز. كلاش اوف كلانز هي لعبة اونلاين مالتي بلاير واستراتيجي جيم. يعني في هاللعبة لازم ببساطة بشرح لكم اللعبة، ان لازم تبني لك قرية وتشتري، وعشان تبني القرية لازم تشتري يعني اشياء في اللعبة، وهالاشياء تتطلب ذهب وتتطلب نوع من انواع الجواهر. وعقب ما تشتري هالاشياء لازم انك تطور من المبنى مالك، وكل ما تلعب اكثر راح تطلع اشياء جديدة بالتأكيد، وهالاشياء راح تساعدك ان تساعد او تطور من امكانياتك. تقدر ان تدرب، تخلي عندك مثلا ناس كأنه يكونوا عسكريين، بيكون عندك جنود عشان مثلا يهاجمون القرية او يهاجمون اللي ضدك، وبتقدر بعد انك تطور القرية وتطور من دفاعات القرية. واللعبة بعد مجانية اكيد. واللعبة الثانية حق اليوم اسمها Game of War. هاللعبة الصراحة لعبة الامو، راح تدمنونها بشكل خيالي اذا لعبتوها، واذا يعني عجبتكم اكيد راح تدمنونها. انا اقول لكم هالشي طبعا ببساطة، اللعبة انك تقدر تلعب اونلاين مع اكيد كل من في العالم، وبتكون عندك مثلا يكون عندك حزب وتسوي عندك اصدقاء وغيرها، وبتقدر انك تبني وتسوي لك امبراطورية على كيفك، وبتقدر انك تطور اللاعب مالك او الشخصية اللي عندك. وطبعا لازم تبحث عشان تعرف شلون تخلي الامبراطورية مالتك تكون اقوى واحدة عشان تقدر تسيطر على الجميع. وبتقدر بعد انك تسوي لك اسلحة، ولازم من الاسلحة تتطلب بعض من الجواهر مثل ما قلت. طبعا الشيء اللي لازم تعرفه في هاللعبة انك لازم تهاجم، ولازم تحاول ان انت تكون البطل او انت تكون الملك، فلازم تسوي لك امبراطورية قوية عشان تقدر تسيطر على اي واحد بيجي دامك او بيلعب ضدك. واللعبة الثالثة حق اليوم عندنا تاب بارادايس كوف. من اسم اللعبة تعرف ان انت بتكون في جزيرة. طبعا اللعبة باختصار ان انت لازم تصمم، انت لازم تطور، انت لازم تعدل مدينتك وتخليها جزيرة حلوة. طبعا كل ما تطور الجزيرة لازم يعني تخلي شكلها حلو، شيء طبيعي. وبيونك قراصنة ضدك، القراصنة بيكون عندهم سفن، طبعا لازم تلعب ضد القراصنة وضد السفن وتحاول انك تدمرهم بافضل او اسرع طريقة ممكنة. واللعبة بعد اونلاين، ويعني صراحة حلوة ان تقدر تبني اشياء، وبيكون في اونلاين وهي بعد ادفنتشر في نفس الوقت. فانصحكم ان تجربون الثلاث العاب، بالذات اللعبة الاخيرة، لان اعتقد يمكن اكثر واحدة تعجبكم، يمكن لان عجبتني انا ما ادري الصراحة. بس هاي كان الفيديو، لايك اذا عجبكم، كتبوا كومنت اذا حابين، وكتبوا كومنت عن الالعاب اللي حابين ان نجربها او الالعاب اللي تبون نجربها عنكم. وبس هاي كان كل شيء، نشروا الفيديو اذا حابين مثل ما قلت، تشيكوا الروابط اللي في الديسكربشن، تشيكوا موقعنا، تشيكوا كل شيء. كان معكم ماكو، شكرا لكم على المتابعة، ومع السلامة شباب.